بائع الحب وصانع الحب، الكاتب الكبير أحسان عبد القدوس الذي أسرى المكتبة العربية بمجموعة فريدة من الروايات ما زالت حتى الآن هي الأكثر قراءة ومبيعا. أحسان عبد القدوس صانع الحب عاش قصة حب مهمة جدا في حياته. أحسان عبد القدوس يتحدث عن هذه القصة الخالدة والحب الكبير في حياته. ما تيجوا نتفرج عليه. عام 1942، بينما الشعب المصري كله منشغل بتقدم رومل إلى العالمين والمظاهرات تهتف إلى الأمام يا رومل، كان أحسان عبد القدوس يعيش أهم قصة حب في حياته. طالب الليسانس في مدرسة الحقوق الذي أحب لولا، الحب الجميل في حياته. أحسان عبد القدوس اضطر أن يلجأ إلى حيلة غريبة جدا عشان يفوز بقلب لولا محبوبته، انه لازم يذاكر ولازم يحصل على الليسانس. عام 1942 اضطر ان هو يحلق شعره بالموس، بل انه كمان بعت صورته لحبيبته لولا وقال لها بالذمة في واحدة تحب واحد بالشكل ده. احسان عبد القدوس عاش اهم قصة حب في حياته حتى وفاته مع زوجته لولا. أشوفكم بخير.